وانا على الكلونر هروح لمجراف، ومن مجراف اختار راندوم افكتور. راندوم افكتور طبعا الراندوم افكتور هينزل يعمل مصايب. اول حاجه عملها انه راح زائق البوزيشن لفوق. طبعا انا مش عايز بوزيشن، انا كل اللي انا محتاج اشتغل عليه السكيل والروتيشن. السكيل مش محتاج ان انا اعمل سكيل في كل جهه لوحدها، فهعمل يونيفورم سكيل، وهعمل كده هلاقي ان في سكيل بتكبر سكيلز بتقل. هروح على الروتيشن، هعمل عشوائيه في الروتيشنز بالشكل ده. طبعا هنقل مكان الكلونر بحيث ان انا اخلي اكبر كثافه جواه. طبعا ممكن ارجع للكلونر واقلل، طبعا انا ازود العدد لكن ممكن اقلل المساحة. تمام بالشكل ده كده. هروح للراندوم تاني، نجرب ان نعمل سكيلز حاجة بالمنظر ده. طيب ده اول واحد خلاص. هاخد الكلونر بالراندوم الاتنين والت جي، ويبقى ده اول او اول اول كلونر. بعد كده هاخد كنترول واعمل منه دوبليكيت. ده النال التاني، افتح النال التاني وافتح الكلونر وازود العدد مثلا، واروح للراندوم افكتور واعكس القصص دي كلها. حاجة بالشكل او المنظر. طبعا الدي كده اتغطت، دي كده اتغطت خالص. طبعا الكلونر ده ممكن ان انا اقلل المساحات او اقلل العدد. بالمنظر ده واروح للراندوم. حاجة بالشكل ده كده. لو انا عملت رندر، طبعا كده عشان تتشاف. طبعا تقدر انت ممكن تعمل دوبليكيت لكلونر تالت ورابع وخام، اعمل دوبليكيت زي ما انت عايز للكلونرز تمام، علشان تطلع معاك مظبوط. تعالوا نعمل دوبليكيت، والله ما انا مزعلكم. كنترول واسحب خلاص، وتعالى في الـ في الـ في الكلونر نفسه بقى ازود العدد شويه تمام، لكن هروح في ترانسفورم اقلل السكيل حبه. هقلل السكيل حبه وهعمل راندومايزيشن في الروتيشن بتاعتها وفي الراندوم افكتور بتاعه. هروح للسكيل يعني، واحاول ان انا العب فيها شويه. حاجه بالشكل ده كده. طبعا ممكن بقى اشيل يونيفورم سكيل واشتغل سكيل على
على واي، اشتغل سكيل على زد، بس بالشكل ده كده. كده متهيألي احنا وصلنا للشكل اللي احنا عايزينه. فاضل بتاعتين بيطلعوا كده بيخبطوا في حرف الواي، وتقريبا في واحد تاني بيخبط في واحد في حرف الواي والتاني في حرف الاو، واحد في حرف الواي والتاني في حرف الاو. طيب اولا تعالوا بس نعمل انيميشن بتاعت ده، تعالوا نرجع بس نشوف هي جاية ازاي. جميل، السكيل كله بيطلع مرة واحدة. طب تعالوا مثلا نقول ان في حركة كاميرا على مدى 80 فريم. اذا الراندوم افكتور، تمام، او الكلونر نفسه، هنروح لترانسفورم خلاص، وهخلي السكيل بتاعه بسالب واحد سالب واحد سالب واحد، طبعا كده مش هيبقى باين اصلا، تمام. وبرضو الكلونر التاني صفر صفر صفر، والتاني ده صفر على فكرة، مش سالب واحد، مش عارف ايه اللي خلاني عملته سالب واحد. صفر صفر صفر، والاخير نفس القصة، زيرو زيرو زيرو. طبعا ده هنحط له كي فريم، واللي فوقه كي فريم، واللي فوقه كي فريم، وهنمشي بتاع 10 فريمات، 10 حلوين قوي. ويكبر ده لواحد واحد واحد، نفس القصة، واحد واحد واحد، ونفس الموضوع، واحد واحد واحد. طبعا بص، هو منين؟ هو هنا، يعني هو كبر من النص. طيب مفيش مشكلة، هنغير البوزيشن، ناخد البوزيشن لتحت، ناخد البوزيشن لتحت، وناخد البوزيشن لتحت. ده بيكبر من النص. طيب نعمل كده، طيب ده عشان نغير السكيل بتاع الاخ، عشان نغير السكيل بتاعه هنعمل ايه؟ هنروح للانكور بوينت الكلونر نفسه، تمام، نروح كده وبالاكسس تول، الاكسس هنقل الاكس بتاعته لتحت، تمام، بالشكل ده كده. والتاني نفس القصة، هنقله كده، والتالت نفس الموضوع، هنقله كده. خلوا بالكوا المرة دي ما بنقلش الكلونر، ده انا بنقل الاكسس، تمام، الاكسس اهو كده. كده حلو، كده حلو، ماشي. تعالوا كده نشوف، تمام، الله ينور.
نرجع بس دي لورا كده عشان يطلع من ورا، كده نرجع دي لورا كده، بس كده ضمننا انه طالع من جوه الدي. تمام تمام قوي تمام. نشوف بس من الكاميرا بتاعتنا طالع ازاي، وممكن بقى في الكلونر نروح نعدل، لان احنا عدلنا الاكسس. ممكن السكيل حتى نكبره. تمام، سواء في ده او في ده. او في الاخير تمام، ممكن عدد الكلونرز نزودهم شوية عشان يداري حرف الدي ده خالص، يداري حرف الدي خالص. ده كده ضرب السقف. طيب ننزل بده شوية، هو ده اللي كان مبوظ الدنيا. بس كده لو عملنا ريندر، طبعا حرف الدي هنتحكم في الفيزيبيليتي بتاعته ان هو يختفي، ولو اني اعتقد انه مش مختفي. طيب في بقى حاجة تانية، او في كلونر تاني انا بفكر اعمله الحرف الدي. لو احنا عملنا دوبليكيت لده وسميته دي كلونز، دي كلونز، وفي الراندوم مش هقول له بقى المرة دي جريد، لا هقول له اوبجكت، هقول له اوبجكت، وهاخد له مين؟ مش ده، هاخد له حرف الدي، حرف الدي اللي هو ده، هاخد حرف الدي. حرف الدي اهو، طبعا مصيبة سودة. تمام، فاللي انا هعمله بقى ان انا هروح للكلونر ده، وبدل ما هقول له ان المود يبقى فيرتكس، ممكن اخليها ايدجز، ممكن اخليها ايدجز. طبعا كده مش نافع خلاص. فانا هروح ل طيب بلاش ايدجز، ممكن نخليها سيرفس، وفي الترانسفورم ممكن نحنا نعمل الروتيشن. انا بس عايز حرف الدي ده يختفي. تمام، وفي الافكتور، في الراندوم افكتور، ممكن ما اعملش راندوم على السكيل ولا راندوم على الروتيشن، خلي راندوم على السكيل بس. وفي الاوبجكت ده ممكن اخليها فوليوم، فوليوم. يبقى انا كده ضمنت ان انا مش هشوف حرف الدي خالص. خلاص، في السيدز اللي هو الترتيب ممكن ان انا اقلل بالمنظر ده، ممكن في الترانسفورم او في الراندوم افكتور هحتاج الراندوم روتيشن. تمام، بالشكل ده كده. السكيل اعتقد ان انا مش هحتاجه يبقى بالدرجة اللي هي. تالي كده خلصنا من حرف الدي ده نهائي.
تمام قوي كده ماشي. طبعا الكاميرا واخده زاويه اعتقد بالشكل ده، عشان بقى نمشي بخطوات سريعه شويه، لان انا كده اعتقد ان انا طولت. تعالوا بقى اللي هنعمله. طبعا انا هقفل ده كله. طبعا كل دي او كل دول النلز بتاعت الكلونر، هعمل الت جي اجمعهم في نل واحد واسمي ده سبايكس. وقبل ما اكمل عشان اخش في الداينامكس، ارجع لكم واشوفكم تهتوا مني ولا ما تهتوش. ده ماله بقى، ده ماله طيب. لو احنا عملنا السكيل على الفراكتشر اوبجكت، لا بس هو طيب، او لو احنا طلعنا الفراكتشر اوبجكت بره النل طبعا، ولا ما طلع بره النل راح في حتة تانية خالص. طيب لا، نخليه جوه النل زي ما هو. بس اللي انا متأكد منه انها at velocity peak. طيب ما هي الانيتيال فيلوسيتي انا مثلا هعملها له بصفر، طيب احنا ممكن نتحايل عليها. نتحايل عليه ازاي؟ ممكن نيجي عند فريم ونوقف الداينامكس عند الفريم 119 ده، ونخلي الداينامكس دي انيبلد زي ما هي، او قبلها بفريم واحد، نخليها انيبل، وبعدها بفريم نشيل الانيبلد. نجرب كده بقى. تمام قوي، تمام ماشي. بس هو انا مش هو الاو راحت فين؟ ده هنعمل رايت كليك وموجراف تاج وريجيد بودي. بس في حاجه انا اكيد هتنط. لا ما نططش الحمد لله. تعالوا بقى نروح على الواي دي، وفي الماس نعمل كاستم ماس ونخليها مثلا 1000، بحيث تبقى الكتلة بتاعتها عالية شوية. هو انا متهيألي ان في زوم اوت صح، ومتهيألي ان في روتيشن كده، متهيألي يعني، متهيألي والله اعلم ان في حاجة بالشكل ده. وده طبعا اكيد قصير شوية عن كده، بس يعني خليه طويل. ماشي، ده كده وده كده التكنيك تمام اللي مستخدم في في البروجكت ده. طبعا هسيبكم تعملوا لوحدكم حرف الاو، خلاص. طبعا اعتقد سهله، هيها مع هتلف بس تعمل روتيت ل الفراكتشر اوبجكت ده تمام، وبس على كده. طبعا انت بقى لما بتعمله براحتك وانت هادي كده خلاص، ممكن تطلعه اخوه بالظبط. يعني احنا مش بنتكلم ان احنا زي ما قلت ان انا بطلع بالكربون خلاص، لا، لو هنتكلم ان احنا نقعد بقى نظبط ونعمل، ممكن ناخد 3 4 5 ساعات تمام. فاهم حاجه انت فهمت
التكنيك معمول ازاي، فهمت هي جايه ازاي، فهمت الحاجات اللي عامله زي الشوك دي طلعت منين، خلاص فهمت لما ايه يخبط في ايه يوقعه ايه، ولازم ده يبقى ايه وده يبقى ايه علشان يدي لك الافكت اللي قدامك. يا ريت يا ريت اشوف تطبيقاتكم خاصة على الحاجات دي قريب، لان انا هبدأ في كل ورشة هطلع درجة عن الورشة اللي قبلها، يعني كل مرة هتبقى اصعب الى حد ما من المرة التانية. وخلوا بالكم ان في بعد كده ورش هنصدر من سينما لافتر، فيعني يا ريت نتابع، يا ريت الناس اللي جاية متأخر تتابع الحاجات اللي فاتتها، لان كل اللي جاي مبني على اللي فات. اقفل واشوف اسئلتكم. هعمل كلوز لل دوت واروح احط كيوب، تمام، كيوب زي ده كده خلاص. وتعالى على الكيوب ده نخليه فلت، وهخليه مثلا ب20. وانا عايز تمام هعمل ثلاث خامات للكيوب ده، وليكن دبل كليك. معلش انا هرزل عليكم شويه، احط فلور اسف. تمام، وهحط مع الفلور سكاي رايت كليك كومبوزيتنج تاج وسين باي كاميرا لا، وفي الريندر سيتنجز هقول له افكت جلوبال الومينيشن وافكت امبيانت اوكلوجن. واحد يقول لي ليه كده لكم، معرفش مش عارف، بس انا بحبها تبقى كده. تمام، حاجه بالشكل ده كده. دي خامة ودي التانية ودي التالتة ودي الرابعة خلاص. وليكن دي هتبقى واحد ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة. دبل كليك على واحد خلاص، واخد مثلا كولر وليكن زي ده، واحط ريفليكشن، احط فرنيل. تمام، واجي مثلا على الخامة التانية ولتكن مثلا حاجة زي دي ريفليكشن، واحط فيرنيل ودبل كليك على التالتة ريفليكشن، واحط برضو فيرنيل وليكن اللون بتاعها يبقى واخد الدرجة دي. الخامة دي ولتكن هتبقى واخدة لون اسود، مش اسود قوي خلاص، واخدة ريفليكشن، واخدة فيرنيل، وكمان هديها انفايرومنت، واحط على الانفايرومنت ده فيرنيل، بحيث تبقى خامة مش عارف دي ايه، بس ما علينا. بالشكل ده تعالوا بقى على الكيوب ده خلاص، واعمل سي عشان احوله اديتابل اوبجكت بالمنظر ده كده. طيب انا عايز دلوقتي احط خامه على كل وجه، ماشي، هختار نمط الاوجه اللي هو ده، وهسلكت مثلا الوجه ده تمام مع الوجه الناحيه الثانيه بشيفت، تمام بشيفت، وبعد كده اضغط في حرف الفي سيلكشن، واقول له ست سيلكشن، يعني دول هحطهم في سيلكشن مثلا ست سيلكشن، وليكن اسميه مثلا A1 مثلا. خلاص كده انا عندي سيلكشن، دبل كليك هيسلكت لي الاثنين دول. طب جميل، اخد بعد كده اللي فوق تمام مع اللي تحت بشيفت خلاص، واعمل في سيلكشن ست سيلكشن، واقول له بي 1 بي 1 خلاص كده عندي
ادي A1 وادي B1. فاضل دول، هاخد ده وشيفت واخد التاني V set selection واقول له بلاش C بقى خلاص، وليكن هسميه B2. تمام، حلو قوي كده. بعد كده ممكن اروح على الكيوب واخد دول طبعا بالسلكت، اخد دول كده ماشي، اخد دول واخد اللي قصادهم مثلا الناحية التانية بشيفت برضو، واخد معاهم دولت خلاص، واخد معاهم دول خلاص، يعني حاجة بالشكل ده كده. طبعا كنترول بقى واضغط على الفيس اللي في النص. بعد كده في سيلكشن ست سيلكشن واقول له ده مثلا E1. خلاص كده عندي ادي A1 B1 B2 و E1. هاجي على الخامات، اخد اول خامة اللي هي الخامة الحمراء دي، وبعد كده اخد اللي بعدها، بعد كده اخد اللي بعدها، وبعد كده اخد الاخيرة خالص. تعالوا بقى نمسك الخامات. الخامة الحمراء دي في السيلكشن ده هقول له ده روح ل A1. بصوا كده، دي هقول له روح ل B1 اهو بقى فوق وتحت، ادي كده ادي A1 B1، بعد كده عندنا B2 و E1. دي هقول له روح ل B2. الأخيرة ده هي بقى هقول له روح ل E1. ماشي يا رجالتنا ويا فتياتنا، عشان الناس ما تزعلش، هرجع للفلور بقى تمام، واحط الخامة الأخيرة دي على الفلور. عجباني، مش عارف عجباني ليه بس هحطها، ونرندر. متفقين؟ متفقين. ما انا لسه شارح ازاي تعمل سيلكت خاص. بتحددها وبعدين تضغط على حرف ال V وتختار Set Selection. ايوه بالظبط كده، وتختار منها Selection، هتلاقي حاجة اسمها Set Selection، وتكتب اسم السيلكشن اللي انت عايزه. V بس. براحتك الاستاذ هاب، هي الاستاذه هابي قدامي دلوقتي موجوده اونلاين، فاكيد موجوده. طب تمام يا فاطمه، كده كده تمام يعني.